غلب البحث في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الخميس برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. بوتين شدد على ضرورة احترام اتفاق مينسك. نحن في اتفاق انخرطت فيه أطراف الصراع. هذا الاتفاق الذي أبرم في مينسك في 12 من شباط. أنا متأكد من أن هذا سيفتح الإمكانيات لاستكباب السلام على مدى أوسع وبشكل أوضح من أجل بناء حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك. ويشكك البعض في أوروبا في التزام إيطاليا بالجهود الأوروبية في فرض المزيد من الضغط على روسيا. واضح للجميع أن جزء من الحل يكمن في السير على طريق الإصلاحات ومنح الحكم الذاتي وتقليل المركزية في أوكرانيا. الاتفاقات الثنائية كانت حاضرة والوضع في ليبيا كذلك. هناك مساحة من التعاون والمشاركة حتى في الظروف الصعبة التي نعرفها جميعا المتعلقة بالعقوبات الأوروبية على روسيا والعقوبات الروسية المقابلة. قبل اللقاء مع بوتين وعلى مقربة من الكرملين زار رينزي المكان الذي اغتيل فيه السياسي والمعارض الروسي بوريس نيمتسوف قبل أسبوع في موسكو ووضع باقة من الزهور في المكان الذي أصبح محجا للكثير من الروس.